أصدقائي، كما كتشوفوا معنا أجواء ممطرة أكادير، اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، نزول أمطار غزيرة في أكادير. شوفوا شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله، النعمة ديال سيدي ربي. شوفوا الأرض، أعطى الله الخير، أزيد أكثر من 5 سوايع ديال الشتاء اللي نزلات في أكادير هنا. شوفوا تبارك الله، شوف شوفوا النعمة ديال سيدي ربي. أجواء ممتعة في الليل، ما تخيلوش أجواء شحال زوينة تبارك الله. تبارك الله، هذه ساحة الأمل، شوفوا، واو 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 واو. غمرنا لكم باش نصور لكم هاد الأمطار غزيرة، حاليا كتشتغل الشتاء. نتمنى الإعجاب ديالكم، الإشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك. تحياتي، أكادير المغرب.